تطور جديد للوساطة الروسية لعودة النازحين السوريين لبلادهم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممرين للاجئين السوريين من الأردن ولبنان لعودتهم إلى قراهم. وقالت الوزارة إنه سيتم فتح ثلاثة مراكز أخرى لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في أبو ظهور وصالحية وتدمر بحلول 27 من يوليو الجاري. وصرح أيضا أنه تم فتح ممرين لعبور اللاجئين إلى أراضي سورية للقادمين من الأردن ولبنان.